السلام عليكم البنات، صافا لاباس عليكم، كلشي على خير. نسيت هذاك لو تريبيل تحت ما في اللي هبط حيت صافا لاباس عليكم، كلشي على خير. كي صبحتوا، كي داز نهاركم؟ كلشي على خير، وليداتكم في امان الله. الحمد لله. اولا قبل كل شيء كنشكركم بزاف على لي كومونتير الزوينه ديالكم، والله كنشكركم بزاف بزاف بزاف. والله انتم كتشكروني على لي غوسيت، انا اي حاجه درتها راه بحال كنعطيها لخواتاتي قسما بالله، لان كنحس بكم ملي كتصيفطوا ليا، ملي كتكتبوا ليا كتبه زوينه والهضره زوينه، دونك كنحس بها كتوصل لقلبي الحمد لله. الله يخلينا ديما هكذا، الله يخلينا ديما هكذا ان شاء الله. انا ديما غنعطيكم المزيد، ديما غادي نعطيكم لي غوسيت، ديما الحمد لله كنفرح، هي اللي كتخليني نزيد القدام الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد البلاطو دو بريستيج، ان شاء الله تكونوا معروضين. مثلا عند شي حد ديو في يديكم، ولا يجي عندكم شي واحد توجدوه، احسن ما تمشيو تشريوه من باتيسري، كيتقام عليكم غالي، وكما كتعرفوا راه باتيسري ما كتعرفوش شنو داكشي شنو فيه. دونك غندير لكم هذا، وغندير اطباق اخرى. المهم انا وفيغ ميزيغ كنخدم اي حاجه كتبان ليا كنديرها، راني كنديرها. يعني بحال دابا مثلا شاط ليا شي حاجه ولا هذا، راه كن 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 يعني ما كنوجدش شنو غادي ندير. كنقول لكم مثلا غندير هاد لاغوسيط هاد لاغوسيط، حتى كتخرج شي حاجه اخرى وكنكمل لي غوسيط اخرين. دونك كنتمنى لي غوسيط ديال اليوم ان شاء الله يكون يعجبكم. دونك بقاو معايا ما تشوفوا فيهم باش تشوفوا شنو غندير اليوم ان شاء الله. دابا البنات غادي ندوزو باش نحضروا لاطارس ديالنا ديال التفاح. دابا غنحضروا العجين. كنحتاجوا هنا واحد ربعه ديال الطحين، وهنا نص ربعه ديال الزبده، واحد خميره، واحد فاني، وبيضه، وجوج معالق ديال السكر سنيده. دابا غادي ندوزو باش نرملو العجين ديالنا. دابا غنزيدو هادوك جوج معالق ديال سنيده، غنزيدو الفاني، غنزيدو الخميره، نخلطو كلشي، وغنزيدو البيضه. البيضه على حسب الطحين وعلى حسب البيضه، الا كانت كبيره ولا صغيره. دي فوا راه كتجمع لكم العجين، ودي فوا ما كتجمعش، كتكملوا بشويه المدافي. دونك دابا غنزيد البيضه. هيا لاباط ديالنا تجمعات، غادي نخليوها ترتاح وندوزو نحضرو التفاح. غادي ندوزو باش نغسلو التفاح ديالنا. كناخدو التفاح كنقطعوه شرائح هكا كالعادة، راه كلشي كيعرف هاد القضية. غادي نشعل العافية، غندير واحد معلقة ديال الزبدة ها باش يتحمر واحد شوية تذوب،
دونك البنات من بعد ملي كذوب الزبده كنزيدو هذيك معلقه، ماشي معلقه، خنيشه ديال الزهر، كتجي المذاق لذيذ. كنزيدو هنا واحد المعلقه كبيره ديال السكر، هذا ديال كاسونات، قصب السكري، كاسونات قصب السكري. وكنزيد هنا واحد شويه ديال طريقه ديال القرفه، اللي ما كيبغيش القرفه ما يديرهاش. المهم انا هذه الطريقه اللي كتعجبني. البنات كتخليوه واحد 5 دقائق هكا شويه كيتعسل صافي، وكنطفو عليه. دابا غنحطو يبرد وغنمشي ندير لاباط في المول ديالي. دونك البنات خديت العجين ديالي درتو في المول، دهنت المول، درت المول، ثقبتو. هنا عندي واحد شويه ديال كونفيتور ديال الكرموس، خففتو بواحد شويه الماء سخون، غادي نديرو لتحت. هذه الطريقه كتجي شويه معلكه، اللي ما بغاش يديرها ما يديرش هذه الطريقه. كتكون على هذا الشكل. دابا غندخلها الفران. بالنسبه للفران غندخلها واحد تقريبا واحد ثلث ساعه، كتبان لكم بالجناب بدات كطيب، صافي كتدفعوا عليها. غنشعل عليها من تحت والفوق. دونك دابا البنات غندوزو باش نحضروا العصير. عقلتوا على داك الحامض اللي كنا صوبنا، اللي كنديروا كاس ديال الحامض. دابا غندير كاس ديال الحامض، غندير جوج كيسان، وغندير 6 ديال الماء، كل كاس فيه 3 ديال الماء. اي باش يتخلط لي هنا في الخلاط. دونك دابا زدت خنيشه واحده اخرى، غادي نزيد معها الكرومبواز حتى هو كان كونجلي، وغنزيد معها 3 ديال الكيسان ديال الماء، صافي وغادي نطحن. دونك كانوا هادو هما العصائر. دابا غنديرهم في الثلاجه على ما نوجد الطبله. دابا البنات غادي ندوزو باش نصاوبو الخبز ديال الهمبرغر. غندير واحد شويه ديال الماء، انا كما قلت لكم راه الميزان داكشي ما خدامش، غندير غير ايمن ميزاني، غندير غير 4 ديال الطحين، حيت غندير غير ميني همبرغر، ما نحتاجش هاد الطحين راه مغربل. غندير واحد شويه ديال الزيت البلديه،
نديرو يتعجن. غنشد الخميره ديالي ديال الخبز نقزقها واحد شويه حتى تطيب واحد شويه. نزيد الخميره نزيد الملح صافي غادي نعجنو وغنخليه يرتاح واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع عاد ندوز نخدم. دونك البنات هيا من بعد من طابت خدي شويه ديال الكونفيتور اي كونفيتور عندكم ولا بغيتو ديروا العسل ديرو وكندهنو باش كتبقى ولا الناباج اللي بغيتو باش كتبقى كتبري صافي. داك الجوانب ديال كاينين البنات اللي ما تيديروش الخميره في هذا في العجين. انا لا انا كنبغي الخميره باش كتجي شويه منفوخه وما كتجيش قاصحه. دونك كانت هذه لا طارت ديالنا. البنات انا دابا جبدت الخبز من خمر يعني العجين شديته درت كويرات صغيورين صغيورين بزاف باش غندير الهمبرغر. دابا عاوتاني نخليهم يخمروا اون دوزيام فوا وعاد ديك الساعه عاود نتلاقاو باش نكملوا التحضيرات ديالو. دونك البنات عندي هنا واحد الصوله غادي نديرها لراجلي. دونك هنا عندي شويه القزبر المعجنوس، هنا عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الحار، شويه ديال الثومه بودره، وغندير شويه ديال زيت البلديه. درت هذه ديريكتومو هنا بلا ما نبقاو نجبدوا عليه المواعن. عرفتي شحال المواعن كيتجبدوا كثروا. جبد هذه جبد هذه شويه زيت البلديه وغندير غير هذه كما قلت لكم. غندير غير شويه ماشي بزاف. دونك صافي غادي نخلط وهذه دغيا كطيب غندهنها غندير له هذه وغندير له واحد الشليضه. هو في الحقيقه ما عندوش مع داكشي ديال سميتو ولكن الدراري راك عارفين خصك تقدي لهم هما كيبغيو حاجه وهو كيبغي حاجه وانا غير اللي كان انا اللي كنطيب غير اللي كان طالبه التعادل مسكينه المراه. دونك غندير طيب واحد ربع ساعه ولا غير دغيا غطا كيت صغيره ماشي كبيره صافي ما غندير فيها لا لا والو. دونك دابا غادي ندوزو نطيبو البسيطلات الصغيورين اللي غادي ندير ديال الدجاج بقامه ديال الحوت. غندير هنا شويه ديال الزيت البلديه غندير هنا شويه ديال الدجاج غير شويه لان غندير داكشي صغيور. ندير شويه ديال الملحه شويه ديال السوداني ديما كنسى لا بغيتو نتوما ديروا الفلفله الحاره ديروا هذا ماشي فلفله حاره هذيك الحرور اللي كيديروا ديروا. انا درت هذا بوحدو شويه ديال الخرقوم شويه ديال التحميره شويه ديال الثومه بودره شويه
صافي وغنخليه يتقلى. دونك هنايا الدجاج من بعد ما طاب لينا انا بقيت كنقطع فيه اكسبري باش يجيني صغيور ما يجينيش كبير، بقيت كنقطع فيه هكا كنزيدو فيه شويه ديال الكروفيت، هذا راه مسلوق وكنزيد شويه ديال الصبر مع النص وبيان سور عافيه مهيله. هي كنزيد واحد جوج دقائق يمشي ويجي شويه ويشرب هذاك المرق ديال الدجاج صافي وكنفيو عليه. انا البنات راه اكسبري سلقت هذاك الكروفيت حيت الكروفيت ملي كتسلقوه ما كيصغارش، كتسلقوه واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق صافي ما كيصغارش لكم، كيبقى كبير ملي كطيبوه كيبقى كبير، ماشي بحال اللي كتشدوه كتنقيوه عاد تطيبوه، من الاحسن انها الطريقه احسن. دونك صافي دابا غنطفي عليها ونخليها تبرد وندوزو نديرو حاجه اخرى. دابا البنات ها هو الخبز خمر، غادي ندخلو الفران غنشعل الفرفاره وغندخلو تقريبا واحد 10 دقائق ولا 7 دقائق، المهم انا غندخلو غنراقب لانها صغيور. دونك البنات غادي ناخذ الكفته غادي حتى هي نشحروها، هذيك المقلانيت اللي استعملت بلا ما تقعد تجبدوا المعلم، داك المقلانيت استعملت هي نفسها وديروا على نهار مهيله باش تطيب لكم كفته مزيان. دونك غنطيبها في المقله وغندوزو باش نحضروا الهمبرغر ديالنا. دونك البنات من بعد ما بردات لي الحشوه كنشدو الورقه كنقطعوها على شكل طولي كنديرو فيها غير شويه حيت غنديرو غير دي ميني. صافي كنديرو كنتنيو باش نسدوها. كنزيرو مزيان باش ما تحلش لينا. صافي نقطعو هذاك الزائد. كندهنو من بعد غندهنهم بالزيت باش ندخلهم الفران وكنديرو دي مين. دونك انا البنات غنستمر تنكملها كامله ونتلاقاو بعد لحظات. دونك بنات انا كملتهم دهنتهم شويه الزيت وغندخلهم الفران غيتحمروا ونخرجهم حيت صغيورين دغيا غيطيبوا. دونك هنا البنات غادي ناخذوا بان دومي غنقطعوه غنديروه على حسب الدوائر اللي بغيتو التقاده اللي بغيتو، انا بغيتو هنا هكا صغيور دونك هذا غنقسمو على 4. بالنسبه لهادشي اللي كيشاط راه مغاديش يتلح غادي يدار به لا شابليو، غندخلو الفران نحمرو غنطحنو غندير به لا شابليو لا للضياع. وهنا خديت هذا على هذا الشكل تريون. كتاخذوا هذا لي دوائر كتشدوا اي فرماج عندكم لي دهن كدهنوا هنا عندي هذا الفرماج ديال الكامونبير ديال الكامونبير ديال المعز معزه هو راه مدور كتحاولوا تقادوه باش يجيكم قد هذا سميتو. صافي غادي نشدو غندير واحد شويه ديال العسل
انتما كتعرفوا بان العسل كيتواتى مع هذا، هي واحد الخطيط صغير. وغنزوقو بشويه ديال الجنجلان الاسود. يجي على هذا الشكل. دونك انا دابا غادي نكمل، غنعاود معكم واحده اخرى ونكمل باش ما تجيش لا فيديو طويله. انا حيت هذا مدور درت هذا بقى حتى هو مدور، كنحاولوا نقادو بيدينا لان مع التقطاع كنديروا شويه العسل. دابا غندير الزنجلان الابيض، كيجي على هذا الشكل. دابا انا البنات غنكمل، تنكمل هذا الشيء كامل وغندوزو نديرو حاجه اخرى. دابا غادي ندوزو نحضرو الهمبرغر ديالنا. ها هما الخبيزات ديالنا كيفاش جاو، ها هما قسمتهم قبيله. سمحوا لي البنات، حتى دخلتو الفران عاد تفكرت، راه دهنتو بشويه ديال البيض وشويه ديال الحليب، نقيطه ديال الحليب معاه خلطته ودهنته باش يجيو بحال هكذا. نسيت ما قلتهاش لكم. دونك ناخذوا لاصوص ديال الهمبرغر، اي صوص بغيتو نتوما، كندهنوا من هنا ومن هنا باش ما يجيش ناشف. هنا بالنسبه للفرماج غنبرسم واحد الطريقه باش ما يضيعش لكم، حيت هو اصلا ملي كديروه لداخل راه ما تيبانش، يعني الا قطعتو تقطيعه وشاط لكم كيفاش غديروا. ها القطاعه كنقطعو بحال هكا، وهنا ما كيكملش، كتجي مجن كيبقى لك واحد شويه ما كاملش. دونك كتاخذوا هاد الطريف منه كتزيدوا على هاد الشكل كتوركوا عليه كتحاولوا تقادوه وصافي. هو راه من الداخل ما غاديش يبان، ملي غتخشيو من الداخل ما غاديش يبان لكم، كتجي ضويويره. دونك وهادشي اللي غايشرب راه ما غاديش تلوحو بيان سور، غتخدمو فشي حاجه شي بانيني ولا شي حاجه، غنشدو غنديرو في الثلاجه راه ما غاديش يضيع. دونك كتاخذو الهامبرغر ديالكم كديرو الكفته كديرو الفرماج كتعاود ديرو هكذا، كتاخذو العود كديرو على الشكل. انا راه كنشوفهم صغر من هكا ولكن ما قدرتش حيت ما مولفاش، ديما كندير داكشي كبير صغر من هكا دايرين في عدة، ولكن صافي انا كنقول هذا سي سوفيزون. دونك كيكون على هذا الشكل. غنعاود معكم واحد اخر. انا بالنسبه ليا راه ما غندير لا مطيشه لا حتى شي حاجه، لان ولادي ما كياكلوش مطيشه. نتوما الا بغيتو ديروا دواور ديال مطيشه ولا دواور ديال اي حاجه بغيتو تزيدوها زيدوها. كان البنات غنستمر حتى نكمل البلاطو ديالي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. دونك البنات عندي هنايا الفلفله الحمراء والخضراء والصفراء، وعندي هنا بصلاته هي محرفه درتهم هنايا غادي نشحرهم. شاط لي هنا واحد شويه الكفته وقلت غنعاون لان داك البلاطو ما قنعنيش صراحه، جاني ما حيت فيه داكشي غير زعما ماشي داكشي زعما كيشبع. دونك غنديروهم يتشحروا واحد شويه وعاد نزيد عليهم الكفته. دابا كنزيد الكفته صافي، غنزيد الملحه السوداني
صافي ورشها. صافي البنات هنا مي غطيب ليا غنشدها غنخليها حتى تبرد مزيان، من تبرد عاد غندير لكم الكشوه ديالها. دونك هنا كتاخذوا داك الخبز ديال الطاكوس كتشدوا كتقسموا على جوج، كتاخذوا الفرماج اي فرماج عندكم، انا غندير هذا، كتشدوا على هذا الشكل، كتحاولوا تجيبوا هذا الجنب لهذا باش كتولي بحال تريونغل، عاود كتشدوا الجهه الاخرى كديروا لها بحال هكا بحال كغه ديال المزرعه. صافي كتشدوا الحشوه ديالكم، باقا سخونه ولكن انا واخا غندير معليش ما هذه ما غتوقع لها والو. صافي كتشدوا على هذا الشكل كتخليه بحال هكا صافي، وكتحطوا في الطاوله. كتقطوها هكا بيديكم صافي، كتشدو الكشوة كتحطو على البلاصة اللي طويتو عليها باش ما تحلش، كتخالفو في الطاولة صافي. ومن بعد غادي ناخد الفرماج محكوك غن هذا وندخلهم واحد 10 دقائق صافي. دابا البنات انا غادي نستمر تنكمل كلشي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. دونك البنات كيجيو على هذا الشكل، كتدخلهم في الفران واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق شويه كيذوب داك الفرماج وكتخرجهم. البنات هنا بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه عجبتني بزاف، كانت صيفطاتها ليا واحد الصديقه ديالي سميتها سميره، كنوجه لها التحيه بزاف وكنسلم عليها بزاف وكنقول لها شكرا لك بزاف. صيفطات ليا واحد لا فيديو زوينه وغتهمكم حتى نتوما، قلت بوكو با علاش حتى نتوما ما تستافدوش. دونك كتاخذوا واحد شويه الكاسرونه، لا واحد شويه الكاسرونه واحد شويه الماء كديروه يغليو في الكاسرونه، كتاخذوا واحد الحامضه ولا جوج حامضات ولا حامضه ونص على حسب نتوما شنو بغيتوا ديروا، كتقطعوها طريفات على هذا الشكل كما كتشوفوا. كاين هنا عندي خنيشه ديال الفاني، كاين هنا عندي القرفة عواد، وهنا عندي القرنفل. دونك كتخليو حتى كيغلى الماء، ها هو غادي يغلى وغادي نديروا فيه هذا الشيء كامل. علاش هذا الشيء؟ بحال دابا ملي كتكونوا كطيبوا، بحال دابا انا اليوم استعملت كروفيت، استعملت هذا مع شريت الحوت وهذا، كانت ريحه الحوت في الدار، دونك قلت غنجربها وغنشاطرها معكم باش حتى نتوما تستافدوا، وكتحيد لكم كاع الروائح. وبالنسبه ليها كما شفت لا فيديو قالت لك كتخليو هذا الماء كيغلي وهي كتعطي ريحه زوينه كتبقى في الدار كامله وصافي، وكتخليو داك الكاسرونه يعني ما كتلوحوهاش عاوتاني ملي كطيبوا مره اخرى، عاوتاني كتستعملوا الكاسرونه كتشدوها كديروها حتى كيبدا يمشي لكم الماء، كتشدوا عاوتاني شويه الماء سخون وكتزيدوا على هذاك الشيء الخليط اللي عندكم، يعني كتبقاو تزيدوا غير الماء سخون حتى كتنتهي داك المفعول ديالو، ما كتبقاوش تشموا الريحه، يعني كتبقى لكم حتى الاسبوع من اسبوع حتى الاسبوعين وانتم كتحتفظوا بداك الكاسرونه ديالكم. ملي كتشوفوا الريحه كتقل ما كتبقاش الريحه زوينه صافي، ديك الساعات كتعاودوا حاجه اخرى جديده. دونك كنتمنى تكون عجباتكم، قلت علاش ما شاطرهاش معكم، العيالات كنا كنطيبو كنا كتبقى الريحه، كنا كنبغيو ريحه زوينه في الدار، دونك غادي نشاركها معكم. كنزيدو هنا الحامض، كنديرو قريفه، كنديرو هنا شويه ديال قرنفل، وكنديرو فاني وكنخليوها تغلي باش كتطلق الريحه زوينه. دونك البنات كتخليوها بحال هكا كتغلي حتى كتطلق ديك الريحه ديالها الزوينه، وعاد طفيوها وكتخليوه كتحتفظوا بها، وكل مره كينقص لكم الماء كتزيدوا الماء. دونك البنات هنا استسمح ما تسجلش ليا واحد اللقطه، بالنسبه لهنايا لي تريونغل دهنتهم بالفرماج ديال الثومه وفيه سيبولات، راه كيتباعوا في الاسواق المحليه، ودرت فوق منهم صومون فيومي
ودرت فوق منهم لي كروفيت اللي مسلوقين. هذه اللقطه ما كانتش تجلات لي، انا صحابي كتجل، من جيت ندير المونتاج ما بانش ليا. دونك سي فاسيل كما قلت لكم. دونك البنات كانت هذه هي المائدة ديالنا، كنتمنى تكون عجبتكم. دونك هذا هو البلاطو اللي حضرنا كما شفتوا، دونك هذه لا طاخت ديال التفاح اللي درنا، العصير اللي صوبنا قبيله، هادو هما اللي قلت لكم ديال التاكوس اللي صوبت. كديروا لي صوص اللي بغيتو اللي كيبغيو وليداتكم كديروهم ترافقوهم. هذه هي الحوته اللي طيبت، درتها مع شويه ديال كونكومبر، وهنا التميرات وداكشي بطبيعه الحال. دونك كنتمنى تكون عجباتكم، كنتمنى تكون استفدتوا. الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا بهم في القناه ديالي، كنتمنى يبارطاجيو باش تكبر العائله باش يشجعوني. والناس حبابي كنشكركم بزاف على لي كومونتير الزوينه ديالكم، بحالكم بحالكم صراحه هي اللي كتفرحني صراحه، كتخليني ديما شجاعه. على ذكر شجاعه قالت لي واحد المراه علاش انت ديما زعما ضحكه وديما، قلت الحمد لله لا فولونتي. انسان ملي كتكون عنده ملي كيسمع كلام زوين والناس كيبقاو يشكروا داك الشيء كيخليك يزيد القدام، كيخليك ديما تزيد القدام زعما الصراحه. دونك الله يخطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف بزاف. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله.